في المباراه الثانيه سيراميكا تعادل مع بيراميدز 2-2، واول مباراه للكابتن معين الشعباني المدير الفني التونسي القدير صاحب التجربه السابقه طبعا مع النادي المصري، ودي تاني تجربه ليه في الدوري المصري مع نادي مختلف وظروفه مختلفه. عايز اعرف منه اخبار الماتش ايه النهارده. كابتن معين مساء الخير. مساء النور كابتن ميدو، شكرا على الاستضافه، ونحب نبارك لك اول كل شيء على الفوز الاخير مع النادي الاسماعيلي. فرحت لك برشا لانك شخصيه محترمه وانسان تحب الكوره. كنت نسمع فيك تتكلم على مؤمن زكريا، نتمنى له الشفاء العاجل، ونشكر اداره نادي سموحه على الحركه النبيله هذه. صحيح، وانا يعني بشكرك، والحقيقه انا يعني انا سعيد جدا ان انت رجعت تاني تشتغل في الدوري المصري، لان انا بقول ان انت واحد من المدربين اللي المميزين جدا الدوري المصري. انا دايما بقى عايز لما مدرب اجنبي او مدرب عربي يجي يشتغل يكون اضافه للدوري، وانت اضافه كبيره جدا للدوري المصري بسبب خبراتك الكبيره والتنوع التكتيكي والشكل اللي بتشتغل بيه مع الفرقه. وعايز يعني اقول لك الاول، النهارده شفت الماتش ازاي؟ وانا عارف باتشيكو يعني راجل صديق شخصي ليا، وعارف دايما ان المدربين اللي زي باتشيكو ساعات لما بيطلب منهم واحد ويلعبوا ب 10 لعيبه بتبقى المباراه اصعب بكتير اصعب وان انت بتلعبوا 11. هل حسيت بكده النهارده؟ لا صحيح صحيح الحقيقه، يعني فريق بيراميدز فريق قوي، عنده عناصر اللي تعمل فارق في اي وقت، مدرب كبير طبعا بطبيعه الحال. الحقيقه ميدو انا عندي يعني 48 ساعه من اللي موجود في في مصر، عندي يعني نوعا ما فكره شويه على اللاعبين الموجودين، مش فكره كبيره. الماتش ما كان سهل بالنسبه لنا، وكما قلت خرجوا منهم لاعب ويمكن الماتش اصبح صعب. في دخولنا في الشوط الثاني كنا طالبين من اللاعبين يعني حاجات معينه، عملنا اللي يلزم، لكن لحد ما قبلنا الجول فالتركيز شويه ضاع من عند اللاعبين، هذيك الحاجه اللي قلقتنا، بالرغم انه كنا نقدر أنا نخلص الماتش حتى من الشوط الاول. حطينا في وضعيه صعبه، ولكن بالعزيمه وبالروح ورجعنا في الماتش والحمد لله. كابتن معين، يعني انا عارف ان انت لسه بتتعرف على لعيبتك، ودايما المدرب بياخد وقت ان هو بالذات يتعرف على شخصيات اللعيبه اكتر من امكانياتهم الفنيه، لان انت اكيد هتلقط وهتعرف امكانياتهم الفنيه في وقت سريع، لكن التعرف على شخصيات اللعيبه، انت في رايك يعني اهم النقاط اللي انت شايف ان انت يعني جيت واشتغلت شايف ان انت محتاج ان انت تطورها مع الفريق في الفتره القادمه؟ شوف، هو اهم حاجه تعرف كابتن انه اي مدرب عنده فكر معين في الكوره، ولكن اهم حاجه انه اللعيبه كلهم يطبقوا الفكر في الملعب وخارج الملعب، وخاصه يعني زي ما تقولوا اوضه اللبس. هذه حاجه من الحاجات اللي ناكد عليها دائما، نحب المجموعه وروح المجموعه، والناس كلها عندها ثقه في الجهاز الفني، واحنا عندنا فيهم ثقه بطبيعه الحال. من الناحيه النفسيه مهم جدا انك تجهز الفريق وتخلي الناس كل يعني مركزه والناس كل متحمسه باش تلعب. وهذه من النقاط اللي بشتغل انا عليها دائما، فهمت؟ صحيح. بطبيعه الحال لازم نشكر مجلس الاداره على الثقه اللي اعطوها فيا، والناس اللي يشتغلوا معايا يعني حاسس انه في زي ما بتقولوا في ناس في ظهري وناس بتساعدني. اي مدير فني هو واخذ القطار وهو يسير مش بتكون سهله يعني الظروف، ولكن بالوقت ان شاء الله نجم نوصلوا الحاجه للهدف ولا الاهداف نتاعنا ان شاء الله. كابتن معين، يعني النهارده عايز اسالك عن مواطنك سيف الدين الجزيري، النهارده بيعود للتالق مره ثانيه، وانت عارف ان سيف، انت عارفه كويس، سيف يعني لعيب نفسي بشكل اكبر، محتاج ان هو يتعامل بالضبط نفسيا بشكل جيد. هل انت شايف بالضبط ان رحيل فيريرا حرر سيف الدين الجزيري نوعا ما؟ شوف، انا من بطبعي ما نحبش ندخل في الامور الفنيه اللي تشمل المدربين، لانه المدرب يكون اقرب واحد للاعبين وهو قراره طبعا يكون هو الانسب، ولكن انا شخصيا نعرف سيف الدين الجزيري بالنسبه لي من احسن المهاجمين اللي جو في العشريه الاخيره في تونس، انسان مقاتل، انسان عنده يعني كواليتي كبيره،
فنيا سريع. الدوري المصري محتاج يعني لاعبين مثل سيف الدين الجزيري، وسيف الدين الجزيري كما قلت محتاج ناس يكونوا يعني معاه، محتاج برشا حب، محتاج برشا ثقه، وتشوف منه حاجات كثيره. معناها سيف ان شاء الله تكون الانطلاقه نتاعو جديده، لانه عمل انطلاقه يعني كويسه الفتره اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان حاسم سيف الدين في الدوري اللي خذاه الزمالك، وان شاء الله يرجع لمستواه، واكيد هو باش يرجع لمستواه ان شاء الله. كابتن معين الشعباني المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بتمنى لك التوفيق وشكرا جزيلا على مداخلتك معنا. يعني طبعا دي كانت مداخله مهمه جدا مع كابتن معين الشعباني، واحد من المدربين المحترمين والمدربين المميزين جدا، حصل على بطوله افريقيا ابطال الدوري مع طبعا مع الترجي اعتقد مرتين يعني.